كاب اف ام الكلمه ليك. بدأت بعض التصويبات تتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014. هذا القانون اللي يهدف إلى تحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي وتنشيط الاقتصاد، إضافة إلى الانطلاق في بعض الإصلاحات الهيكلية اللي طالبوا بها التوانسة. نعرف جميعا وأن القانون المالية التكميلي مش يكرس آلية ترشيد الإنفاق، بمعنى أنه الدولة ستتجه إلى عقلنة نفقاتها، خاصة فيما يتعلق بالدعم وبالأجور، وفي المقابل يستعمل الامكانيات المتاحه الى بعض المشاريع العموميه. فيما يخص اهم الاجراءات او تسريبات الاجراءات اللي تحدث عنها الاعلام والخبراء في مجال قانون الماليه التكميلي سنه 2014، يمكن ان نقول بصفه اجماليه وانه التوجه في اعتقادي غير سليم بنسبه 100%، لانه قانون الماليه التكميلي او بعض تسريباته تقول انه الحكومه ستواصل في نفس النهج المتمثل في الترفيع في نسب الاداء و نسب الضرائب، وكأنها تعاقب الأفراد والمؤسسات اللي يقوموا بواجبات الجبائية، في حين أنها لم تركز جهدها على مقاومة التهرب الجبائي وتحقيق العدالة الجبائية. إذن الملاحظة الأولى وأنه في اعتقادي التوجه يجب أن يكون نحو مزيد من العدالة الجبائية ونحو مقاومة التهرب الجبائي والانطلاق في إصلاح جبائي حقيقي. أعتقد أنه الأمر ما يستدعيش الترشيح في بعض الضرائب اللي تتم الأفراد والمؤسسات. هناك بعض الإجراءات اللي وقع تسريبها كما خص أيام عمل أو بعض المساهمات لبعض المؤسسات في تمويل ميزانية الدولة، ولأنه توانسة مطالبين أنهم يساهموا في تمويل ميزانية الدولة والتضحية، لأنه الظرف الاقتصادي صعب جدا، لأنه لابد من مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن التونسي اللي هي في تراجع مستمر، وأيضا لابد من مراعاة وضعية نسيجنا الاقتصادي ووضعية المؤسسات التونسية اللي تعاني شحص السيولة وتراجع في مردوديتها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ثم بعض الإجراءات الأخرى في الحقيقة يعتقد أنه عندها مناحي إيجابية، كما بعض التسريبات المتعلقة بالتخفيض ب 6% في نسبة الأداء على القيمة المضافة للتجهيزات الموردة واللي ما هيش مصنعة في تونس. هذا التخفيض قد يساهم في دفع الاستثمار الداخلي لأنه يقلص من كلفة الإنتاج. أما إجراء آخر أعتقد أنه جيد جدا هو يتعلق بالإصلاح أو بالصلح الجبائي، يعني هذه العملية جيدة جدا لأنها ستمكن من غلق بعض الملفات الجبائية وقيام بصلح مع المواطنين والشركات اللي عندها مشاكل جبائية، وستمكن بطبيعة الحال من توفير موارد مالية إضافية لا تقل عن 50 مليون دينار إلى ميزانية الدولة لسنة 2014. ثم إجراء آخر جيد جدا أعتقد يهدف إلى تقليص من دور السوق الموازية، اللي نعرف أنه السوق الموازية والاقتصاد الموازي تغول في تونس، وتقريبا أكثر من نصف المعاملات الاقتصادية تتم بطريقة غير منظمة. يعني الحكومة أعتقد ستقوم بتخفيض بعض المعاليم الديوانية والجبائية على مواد الموردة، على بعض المواد الموردة، والهدف منها هو تقليص التجارة الموازية. والإجراء هذا يشمل مثلا قطاع توريد قطاع الغيار أو المحركات أو غيرها. هناك عديد التسريبات لبعض الإجراءات اللي راها عندها أهمية قصوى، ولكن في الحقيقة اللي ركز عليه هما حاجتين. الحاجة الأولى يلزمش نبالغ في الترفيه في نسب الأداء والأتوات والضرائب، لأنه عوض أن نلتجئ إلى هذا الأمر الأفضل أن نقوم بإصلاح أو ننطلق بإصلاح جبائي وحقق العدالة الجبائية ويقلص من نظام التقديري. الملاحظة الثانية اللي نختم بها هو أنه المواطن التونسي عنده تراجع في مقدرته الشرائية، لكن بالنسبة للنخيم اللي عندهم أجر مرتفع يعني بين 10,000 و 40,000 دينار سنويا، هذوما يمكن يساهموا من خلال بعض الخصوم في الأجور أيام عمل وغيرها. هذه مساهمة من التوانسة، وما نحبش أن التوانسة يدخلوا على بلادهم إذا كان عندهم القدرة للمساهمة في توفير بعض الموارد لميزانية الدولة. كاب اف ام الكلمة ليك.